أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قالت شركة خطوط السكك الحديدية الإيرانية إنه سيتم المباشرة بربط ميناء الخميني مع ميناء اللاذقية السوري عبر العراق. وأضافت الشركة أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية يبلغ طوله 32 كيلومترا، وسيبدأ بعد نحو 3 أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران. من جهتها أكدت الشركة السورية لخطوط سكك الحديد على ضرورة القيام بخطوات حقيقية لربط مدينتي شلمجة والبصرة ومن ثم بميناء اللاذقية، وصفة المشروع بالكبير جدا. قالت هيئة النزاهة في التأميم إنها ضبطت تلاعبا في مستندات الصرف الخاص بمشروع بناء مستشفى عام في قضاء الحويجة بالمحافظة. أضافت الهيئة أن التحقيقات الأولية قادت إلى الكشف عن وجود شطب على المبلغ الخاص بالأعمال الإضافية البالغ 3,600,000,000 دينار عراقي، ليصبح بعد التلاعب بالمستند 6,067,000,000 دينار، مما يشكل جريمتي تزوير واختلاس للأموال العامة. قالت هيئة الجمارك في العراق إنها أعادت إصدار شحنة زيوت محركات مخالفة للضوابط في جمرك أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة. وأضافت الهيئة أن الشحنة المعادة تضمنت 1,083 كرتونة من زيوت المحركات بسبب مخالفتها لشروط الاستيراد، وصلت إلى ميناء أم قصر الجنوبي بغرض تسويقها في العراق. وأوضحت الهيئة أن الشحنة المعادة وردت أيضا بدون أوراق رسمية، وهو ما يخالف ضوابط وتعليمات الاستيراد الإجرائية. قالت هيئة المنافذ الحدودية إنها ضبطت أدوية بشرية مهربة بميناء أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة. وأضافت الهيئة أن الأدوية المضبوطة كانت مخبأة ضمن شحنة إكسسوارات في حاويتين على الرصيف رقم 11 بالميناء. ويذكر أن ظاهرة تهريب الأدوية في الموانئ الجنوبية قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في ظل تراخ متواصل من سلطات الجمارك وتواصل شبهات الفساد. قالت هيئة الجمارك في مطار النجف إنها ضبطت شحنة مخالفة للضوابط في المنفذ الجمركي للمطار. وأضافت الهيئة أن البضاعة المضبوطة هي عبارة عن 3,000 كيس فارغة لتعبئة الإسمنت الأبيض موسومة بخاتم صنع في تركيا وتستخدم في الغش التجاري. وتأتي العملية في إطار عمليات يراها المراقبون ممنهجة لإغراق السوق العراقي بالبضائع الفاسدة والمغشوشة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن وسوق النفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد. دمتم وفي أمان الله.